اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. أيقونة الموضة وسيدة الإغراء في الزمن الجميل، امتلكت من مقومات الجمال ما جعلها امرأة استثنائية غير تقليدية في تاريخ إيطاليا. تصدرت قائمة أكثر النساء جاذبية في العالم، واستطاعت بملامحها الأنثوية تقديم نمط جمال جديد لم يعتد عليه معاصرو تلك الفترة. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة الساحرة الإيطالية صوفيا لورين. اسمها الحقيقي صوفيا فيلاني سكتشلوني، ولدت في 20 من سبتمبر من عام 1934 في روما بإيطاليا. والدها ريكاردو شيكولوني مهندس بناء ينتمي إلى أسرة مرموقة، أقام علاقة مع والدتها روميلدا فيلاني وهي معلمة بيانو تعود لأصول فلسطينية، وقد أنجب منها صوفيا وشقيقتها ماريا. رفض والدها الزواج رسميا بوالدتها ولم يعترف بطفلتيه، فتزوجت والدتها من فيلاني سكتشلوني الذي تبنى صوفيا وشقيقتها ونسبهما إلى اسمه. ورأت صوفيا والدها 3 مرات، كان آخرها على فراش موته. عاشت نجمتنا طفولة بائسة محرومة من حنان الأب، وحياة يسودها الفقر في ظل الحرب العالمية الثانية. وفي محاولة لتحسين أوضاعهما انتقلت الشقيقتان إلى بوتزوولي قرب نابولي للعيش مع جدتهما. اشتدت الحرب وازداد القصف، وبينما كانت تركض الطفلة صوفيا لتتحامى بأحد الملاجئ سقطت قذيفة وأصيبت بشظايا لا تزال آثارها حتى يومنا هذا مرسومة على وجهها الجميل. إثر ذلك نزحت العائلة للعيش في بيوت أحد الأقارب في نابولي، وبعد أن هدأت الحرب عادت الشقيقتان برفقة والدتهما وجدتهما إلى بوتزوولي، وافتتحت الجدة حانة لتأمين نفقات العائلة. فكانت ماريا أخت صوفيا تغني ووالدتها تعزف على البيانو، أما نجمتنا فكانت تمسح الطاولات وتغسل الأطباق. لم تكن صوفيا في صغرها تمتلك الجمال الفاتن، كانت غير جذابة وشديدة النحافة، حتى أن البعض أطلق عليها لقب العصا. ومع تقدمها في العمر بدأت ملامحها الجميلة تبرز أكثر، حتى وصلت إلى سن 14 وأصبحت الفتاة الفاتنة اللافتة للأنظار، فشاركت في مسابقة ملكات جمال نابولي ووصلت للمراحل الأخيرة، لكنها لم تحرز اللقب. كان حلم والدة صوفيا منذ صغرها أن تصبح ممثلة، إلا أن حلمها تحقق بابنتها. فعلى الرغم من عدم حصولها على لقب ملكة الجمال في المسابقة، إلا أن ملامحها البرية جذبت الكثير من القائمين على الحفل الذين عرضوا عليها المشاركة في أفلام عدة، كان أبرزها فيلم كوفاديس. فخطت بهذا الدور أولى خطواتها في عالم الفن، واتخذت من صوفيا لورين اسما يلازمها في نجوميتها، وبدأت تدرس التمثيل في سبيل زيادة خبرتها في هذا المجال. ولعل الفضل الأكبر في دخولها عالم التمثيل يعود للمنتج كارلو بونتي، أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الجمال التي شاركت فيها، والذي أعجب بصوفيا ومهد لها الطريق بأدوار كثيرة تألقت بها في بداية 50ات القرن الماضي. تتالت أدوارها الناجحة، وفي أواخر 50ات بدأ مشوارها في هوليوود، فشاركت في فيلم بوي أون أدولفن وغيره. ومع لمعان نجمها وقعت عقدا ل5 أفلام مع شركة الأفلام الأمريكية باراماونت، وكان أبرز أعمالها هيلر إن بينك تايتس، والذي أظهرت فيه قدرتها وموهبتها بشكل مميز.
تابعت نجمتنا نجاحاتها وشاركت في فيلم تو وومن لتؤدي دور الأم التي تحاول برفقة ابنتها الهروبة من بطش الحرب العالمية الثانية. لاقى الفيلم نجاحا كبيرا وأصبحت بفضله أول ممثلة لغتها الأم ليست إنجليزية تحصل على جائزة الأوسكار، كما فازت بجائزة مهرجان كان السينمائي. ومع تحقيقها لتلك الألقاب أصبحت واحدة من أفضل الممثلات وأكثرهن شهرة. أما الصفقة الأبرز في حياتها المهنية فكانت عندما تلقت عرضاً عام 1964 للمشاركة في فيلم The Fall of the Roman Empire مقابل مبلغ مليون دولار، وقد شاركها في الفيلم النجم العربي عمر الشريف، فسحر بشخصيتها اللطيفة البعيدة عن الغرور والتي تركت أثراً كبيراً فيه. وكانت صوفيا قد نعت عمر الشريف بعد وفاته بنشر صورة له برفقتها على حسابها في فيسبوك متمنية لروحه السلام. كما تصدرت صوفيا قائمة البحث على جوجل بعد أن تحدث عنها حسين فهمي في إحدى مقابلاته، مشيرا أنها أول أجنبية تغنت بجماله وغازلته. في الثمانينيات تمت كتابة سيرة حياتها في فيلم يحمل اسم صوفيا لورين Her Own Story، شاركت فيه صوفيا مؤدية دور البطولة. وفي تلك الفترة تصدرت عناوين الصحف بسبب احتجازها 18 يوما في السجن بتهمة تهربها من دفع الضرائب. إلى جانب التمثيل كانت صوفيا قد سجلت ألبوما صنف من بين الأكثر مبيعا في العالم، والذي احتوى على ما يقارب 20 أغنية. صوفيا لورين تهوى كرة القدم وتعتبر من أكبر مشجعي نادي نابولي الإيطالي. منتج الأفلام كارلو بونتي كان قد أبدأ إعجابه بصوفيا وتزوجها زواج وكالة عام 1957، ذلك لأنه كان يخوض معركة طلاق مع زوجته جوليانا. وعندما تطلق منها عام 1966 أعلن زواجه رسميا من صوفيا وأنجبا طفليهما إدواردو وكارلو بونتي الابن، الذي تزوج من الممثلة ساشا ألكسندر وأنجبا منها طفلة أطلق عليها اسم لوسيا صوفيا تيمنا بوالدته. حاولت صوفيا التخفيف من نشاطها الفني بعد إنجاب أطفالها والالتفات لحياتها العائلية أكثر. وعلى الرغم من ابتعادها عن التمثيل إلا أنها لا تزال من أبرز المؤثرين في عالم الشهرة، حيث صنفت كواحدة من كنوز السينما العالمية وحصلت على جائزة الأكاديمية الفخرية وجائزة الجولدن جلوب، كما شاركت في تقديم جوائز عدة أبرزها جائزة الأوسكار، وظهرت في تقويم بيريلي التاريخي عام 2007، كما عينت سفيرة للنوايا الحسنة لشؤون اللاجئين من قبل الأمم المتحدة، وتكريما لها سمي أحد شوارع مدينة توبيكوك باسمها. وفي استطلاع للرأي نشرته وكالة أنسا الإيطالية شارك فيه خبراء تجميل أمريكيين وصل عددهم إلى 170، احتلت نجمتنا صوفيا المرتبة الأولى متفوقة على فلوريا فلوريو التي حلت ثانية ومونيكا بيلوتشي التي حلت ثالثة. كتبت صوفيا مذكرات مؤلفة من 300 صفحة سردت فيها قصة حياتها، تلك الحياة الحافلة التي بدأت بمعاناة الفقر وويلات الحرب ووصلت فيها إلى أعلى درجات الشهرة، محققة أعظم الإنجازات التي ستخلد في تاريخ السينما العالمية.